مرحبا بكم أيها المشاهدون على قناة الفتح من جديد، ومع البرنامج على الهواء مباشرة. اليوم عندنا في مالي حصلت عندنا حادثة هزت العالم بلا شك. منذ يوم السبت الماضي علمنا باستجواب أخ لنا اسمه إبراهيم صغير. مالي حصلت عندنا حادثة هزت العالم بلا شك. منذ يوم السبت الماضي علمنا باستجواب أخ لنا اسمه إبراهيم صغير، ناشط على اتصال على واتساب أو على وسائل الاتصال المباشر، على وسائل التواصل الاجتماعي عفوا. بعد هذا فوجئنا بيوم الأحد زوالا باستدعاء شيخنا وأميرنا السيد الشيخ والإمام محمد تراولي. واليوم صباحا كان الناس مجتمعين أمام معسكر كائن ما يقال عندنا، ولمناقشة هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة أخونا أمين العام للرابطة الإسلامية، رابطة الدعاة في مالي، وكذلك مدير التعليم في ثانوية تبري، كذلك مدير البث في إذاعة دامي. شيخ إبراهيم، السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت معنا؟ أنا معكم إن شاء الله. إذا مرحبا بك إن شاء الله على قناة الفتح. نعم. ومع البرنامج على الهواء مباشرة. نعم. أنت إبراهيم جابي. أمين العام للرابطة الدولية في مالي. صحيح. كذلك مدير التعليم في ثانوية يتبري عبد الله يتبري. نعم. ومدير البث في إذاعة الدمي عندنا. نعم. اليوم صباحا كنا في معسكر الركن الأول بيقول كائن عندنا. نعم. فما كان سبب تواجدنا هنالك؟ هاي تفضل. نعم. وكذلك أشكر بالأخص متابعي برنامج على الهواء مباشرة. أوكي، شكرا. نعم. كما قلتم. تلقى الشيخ محمد تراولي والإمام إبراهيم جابي مذكرة استجواب من معسكر الدرك الأول في باماكو. ومفاد هذه المذكرة أنهم تم استجوابهم أو استدعاؤهم من طرف المدعي العام في محكمة البلدية الأولى. نعم. البلدية الرابعة. نعم. نعم. والمدعي بدوره هو تلقى شكاوى من أحد أعضاء جمعية أنصار الدين. أنصار الدين في مالي عندنا. نعم. أنصار الدين. أنصار الدين. نعم. لهم مكتب في البلدية الرابعة. وهذا المسمى ببشير كناري. والذي تقدم بدعوى ضد الشيخين في المحكمة في البلد، محكمة البلدية الرابعة. نعم. وأنت تعرف أدوار القضاء. فالمدعي بدوره أرسل هذه المذكرة. نعم. إلى معسكر الدرك الأول. لاستماع الشيخين. نعم. فهم قاموا بدورهم. فوجهوا الدعوة إلى الشيخين. ففي هذا اليوم الاثنين. صباحا تواجدنا هنا. من الساعة الرابعة. السابعة صباحا. نعم. وتلقينا بمدير المركز. وسألناه عن سبب الاستدعاء. نعم. وعن مصدر الاستدعاء. نعم. فأفاد بأن المدير الآن في المحكمة
تمت في محكمة البلد الرابعة. الرابعة نعم. كما قلت. ولنا سائلين. هذه الشكاوى. نعم. ضد الشيخين. نعم. واستمع ودار النقاش بيننا. وأفاد بأن الأمر إن شاء الله لن يكون فيه إلا خيرا. نعم هذا متوقع نعم. وإن شاء الله هم دورهم هو فقط الاستماع إلى المشاعر. نعم. لن يكون هناك توقف. نعم. أو توقيف أو سجن. أو الحبس نعم نعم. فهذا ليس من دورهم. أبدا نعم. فدورهم هو الاستماع. ثم رفع الملف. إلى حيث جاء. نعم. وهذا الذي تم اليوم. وأظن قبل رفع الجلسة. كما فعلونا. أن الذي تقدم للشيخ بالدعوة. صاحب دعوته. نعم. وتنازل عن دعوته. نعم. كما سمعنا. نعم صحيح. وهذا لا يهمنا كذلك. لا يهمنا، هذا ليس بمهم، الذي يهمنا. نعم. هو استهداف رواد أهل السنة والجماعة في مالي. نعم، في الآونة الأخيرة إن شاء الله، نعم. في الآونة الأخيرة قبل أمس. نعم. تم استجواب أو استدعاء الشيخ ماهي ماهي وتلا، نعم. وظننا أن سحاب مطر تمر. نعم. ولكن وجينا. نعم. بالطاعة والكارثة الكبرى. نعم. واستدعاء الرمز الأول. الرمز الأول يعني السنة، الرمز الأول. السنة والجماعة. نعم 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 نعم. الرجل الصبور. الرجل الصبور. الرجل الصبور. أوكي. الذي دائما يدعو إلى الصبر وإلى التنازل وإلى لين القول. نعم نعم. أوكي. نعم 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 نعم. على الله أحد. أوكي شكرا. شكرا إبراهيم. شكرا على هذا التفصيل. ولكن ما القول الجريح الذي استجيب الشيخ من أجله؟ ما القول الجريح؟ ما جريمة الشيخ؟ هذه الجماعة. نعم. عندهم معتقدات. نعم. لا شك أنها تخالف الدين. نعم. فالشيخ في إحدى مجالسه التفسيرية. نعم. تطرق إلى تفسير آية البيعة في سورة الممتحنة. الممتحنة نعم. من خلال شرح وتفسير هذه الآية. نعم. يعني أحد المتابعين سأل الشيخ. نعم. وأفاد الشيخ. نعم. أن الآية. نزلت في حق المؤمنات. صحيح في السنة العاشرة تقريبا. في كلها مؤمنات. نعم. وكيف يكون هذه البيعة شرطا لدخولهن في الإسلام؟ نعم. فما يقول هؤلاء؟ نعم. هو من الكلام الغوغاوي. صحيح. حقا. فهذا الكلام الغوغاوي. نعم. يعني هذا الذي قالوا بأن هناك شتم وأن هناك يعني هو يعني كأنهم نقضوا بيعتهم لأنها من شروط بيعة أن لا يكذب. وهم قالوا أن الشيخ حفظ الناس على قتالهم. أول حال يا شيخ إبراهيم جالي أن شيخهم كفروا كل الماليين وداعى إلى قتل أهل السنة والجماعة وأفتى بإباحة هدم مساجدهم. حصل كل هذه وشتمنا وقيل فينا كل خير كل قول سوء ولكننا صبرنا. أنت تعرف شر هذا الزمان؟ نعم.
صحيح صحيح. وقد رضينا بهذا بأننا متعاونون مع الإخوان في الشمال، وهذه في القنوات القضائية. نعم. يستحق الدعوة، يستحق أن نرفع جده الدعوة وشفاعه. بل أكثر. نعم، ولكن نحن صبرنا. نعم. وقلنا لمتابعينا أن يصبروا كذلك. صحيح. نعلم بمثابة رجال الإطفاء. صحيح. نعم نعم. إذن فلا ينبغي أن يصدر منا النار، أن نكون نحن ممن يشتعل النار. أبدا. أو يصب الزيت في النار. أبدا. فنحن من أهل السنة والجماعة. صحيح. وأهل السنة والجماعة له منهج. منهج هادئ. يدعو إلى السلم، يدعو إلى السلم والعناء. نعم، السلم دائما. صحيح. أبا النبي صلى الله عليه وسلم نحن متمسكون بسنته وبهدي. صحيح. أوذي وضرب وشتم وقيل له كل شيء. نعم، ولكن صبر. صبر إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ إبراهيم إن شاء الله. صحيح. شكرا إبراهيم. الآن فهمنا من جوابك الآن أن صاحب الدعوة هو بشير كناري أحد المنتسبين إلى جماعة حيدر. هل قلت شيخ إبراهيم هل يقبل العقل على أن هذا المنتسب لهذا الشيخ يقوم بهذه الجريمة بدون إذن من الشيخ؟ هل هذا وارد؟ والله أنت تعرف أنه في آخر الزمان. ينتظر لكل شيء. تنتظر لأنواع جميع المفاجآت. قد يصدق. أها. الرجل الإنسان إذا كنت لا تسيطر على بيتك. آه. يكثر من أفراد البيت أمور كثيرة. شيخ إبراهيم. نعم. شيخ إبراهيم. نعم. شيخ لم يقبل بفتح مسجد ثاني في جماعتي في أي مكان كان حتى يتمكن. شيخ إبراهيم. شيخ سامري. معذرة اتصال دخل. نعم. فأبصر علي عملي. ألو. كنت أقول أسألك سؤالا. نعم. قلت شيخ لم يقبل فتح مسجد ثاني له في جماعته. نعم. مع كثرتهم. حتى يتمكن من وضع اليد على الجماعة وضعا تاما. فهل يعقل أن يقوم مثل هذا الرجل بهذا العمل دون إذنه يا شيخ؟ الذي يقول نحن أمرنا بالضوائر. إذا قال بأنه ليس على علم، ما نقول أنه هو ليس على علم. بل الآن السؤال الآن. نعم. السؤال الآن يا شيخ يوسف. نعم. ماذا سيفعل بعد علمه؟ كعادتي يقول العالم. إذن الآن لو علم الآن أن هذا حصل. أها. ماذا سيكون الدور تجاه هذه القضية؟ شيخ إبراهيم. نعم. هل أنتم يعني تسيطرون على الواقع؟ هل صدر يوما أن قال متابعوه أي القول أفضل من نبي أو كذا وكذا أنه قام ورد عليه؟ هل رأيتم هذا قط؟ فهل تنتظرون شيئا منه على هذا؟ والله نتوقع لأن هذا الأمر جلل. لا تتوقع أبدا. لا تتوقع أبدا. أنت لا تتوقع أبدا.
ده شيخ ابراهيم. شيخ ابراهيم. نعم. قلت السؤال الاخير. السؤال الاخير. الى متى سنبقى يعني باهل السنه والجماعه في جهل الضعف والدفاع لا الهجوم؟ دائما نؤمر بالصبر والصبر والصبر والصبر. نعم. اليس للصبر يعني حد؟ ليس لصبر حدا الى الموت. الم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اناس اينما وجدوا لعظم ضررهم؟ الو؟ ونعم لعظم ضررهم. ونعم اقتل فلان حتى ولو كان متعلقا باستار الكعبه. هذه كانت ونعم اليوم. نعم اليوم ملزمون بالصبر. بالصبر. بالصبر والتحلي والهدوء حتى نرى كل يوم جديدا. وان شاء الله في هذا الصبر سنحقق اهدافنا. اوكي ان شاء الله فلنصبر ولنصبر. القول الاخير اليك قبل ان نخترق. القول الاخير نشكركم جميعا. نعم. ونرجو من الجميع. نعم. الهدوء ان شاء الله والالتزام بالتعليمات الصادره من القياده السنيه في مالي ان شاء الله. وليدرك الجميع ان القياده سيسحر على هذا الملف ان شاء الله. اوكي شيخ ابراهيم. اذا الحمد لله انقطع الاتصال بنا مع الشيخ. الحمد لله ونشكره على كونه صبر على الجوع والعطش حتى يتابع هذا الحوار معنا. نخبر الجميع في انحاء العالم بان في مالي جماعه تدعى جماعه الانصار. ان هؤلاء القوم لتكون مسلما لابد أن تبايع والبيعة الواردة في آخر سورة الممتحنة بيعة النساء. أخذوا هذه البنود الستة وجعلوه شرطا وجعلوه مكان لا إله إلا الله، فلا يكون المسلم مسلما حتى يعني يبايع بهذه الشروط يعني الست، حتى ولو قال لا إله إلا الله. إذن فهذا مذهب جديد ودين جديد عندنا. الشيخ عندنا شيخ سني، بل هو رئيس يعني رابطة الدعاة في مالي، وكذلك النائب الثالث لمجلس الإسلامي عندنا في تفسيره يعني قال أن هذا القول قول أجوف لا حقيقة له. من هنا تم استدعاء الشيخ من قبل يعني السلطة يعني من المحكمة ليرد على أو ليسأل عن هذا القول، لأنه قال أن ليس هناك قولا آخر إلا لا إله إلا الله ليكون الإنسان مسلما. وقد تم الأمر إن شاء الله بنصر الحق وإلهه على الباطل. إن الحق يعني ظهر وزهر وزهق الباطل والباطل كان زهوقا. وكنتم معنا ان شاء الله على قناه الفتي ومع البرنامج على الهواء المباشر. وكان معنا على الهواء من مكتب يعني رابطه الشيخ والامام والمدير ابراهيم جابير، وتشكرون جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.